ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟ وهل صحيح أنه يوجد على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم قبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، ونهى عن اتخاذ القبور مساجد، ونهى عن البناء على القبور. كل هذه المناهي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والغرض منها سد الوسيلة المفضية إلى الشرك، لأن الصلاة عند القبر وسيلة إلى الشرك، ولأن البناء على القبر وسيلة إلى تعظيمه والغلو فيه مما يؤدي إلى الشرك. والواجب على المسلمين أن يفعلوا في قبورهم، في قبور أمواتهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفعلون في قبر أمواتهم. كانوا يدفنونهم في المقابر ويرفعون القبر قدر شبر عن الأرض من ترابه، يدفنونه بترابه ويرفعونه عن الأرض قدر شبر، ويكون مسنما من أجل أن يعرف أنه قبر، ولا يزيدون على ذلك. بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم كل قبر مرتفع ومبني عليه، فقال لابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويتها، ولا صورة إلا طمستها. فلا يجوز الغلو في القبور، ولا تجوز الصلاة في المساجد التي فيها قبور، بل لا تجوز الصلاة عند القبور ولو لم يبنى عليها مساجد، لأن ذلك من اتخاذها مساجد. وأما قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان في بيته، كان في حجرة عائشة، وحجرة عائشة مسقوفة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مسقوفة كسائر الحجرات، ودفن فيها صلى الله عليه وسلم صيانة له عن الغلو فيه، لأنه لو أبرز قبره صلى الله عليه وسلم لخشي أن يتخذ مسجدا. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وبقي في حجرة عائشة رضي الله عنها إلى الآن، وإلى ما شاء الله هو في حجرة عائشة وهي مسقوفة، إلا أنه عمل لها قبة في العصور المتأخرة فوقها، وهذا من إحداثات بعض السلاطين، من إحداثات بعض السلاطين اجتهادا منهم. والأصل أن الحجرة مسقوفة كغيرها من الحجرات. نعم. إذن القبة ليست على القبر، القبة على الحجرة، على حجرة عائشة. نعم. القبر ليس في المسجد، وإنما هو في الحجرة، إنما هو في الحجرة وفي بيت عائشة، وكان منعزلا عن المسجد، ولكن بعد ما وسع في زمن الوليد بن عبد الملك رحمه الله أدخل الحجرة في المسجد، ووسع المسجد من جهة المشرق، وقد أخطأ في هذا عفى الله عنه. وكان الخلفاء من قبله يوسعون المسجد من جهة الغرب ومن جهة الجنوب والشمال، ولم يكونوا يوسعونه من جهة المشرق، وتركوا حجرات النبي صلى الله عليه وسلم على ما كانت في حياته عليه الصلاة والسلام خارج المسجد. نعم.